مايو 2015 اليوم العالمي لحرية التعبير، وكانت فيكم اللبنة الأولى في مسار سيكلل بعد إنجازات ومحطات جعلت وكالة أنباء الجزائرية في الصف الأول في الترقية الأمازيغية في الفضاء الإعلامي، وكذلك في تثبيت خطاها على نهج المساهمة في وضع الأمازيغية في مكانها الطبيعي الذي نص عليه الدستور كلغة وطنية ورسمية ثانية. وها هو اليوم قسم الأمازيغية بالوكالة، وبعد ثلاث سنوات فقط من وجوده يضع بين أيديكم معجبا ثمينا يناهز 3000 وحدة أو كلمة مستعملة في السوشيال ميديا وفي وسائل الإعلام. إنها مساهمة جديدة لترقية هذه اللغة في عالم الإعلام الذي يعد من الروافد الهامة والأساسية لوضع هذه اللغة أو وضع الأمازيغية على سكة التطور والازدهار. ويجب أن ننوه أنه طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة كان العمل المشترك بين المؤسستين نتائجا ملموسة عادت بالفائدة عن الأمازيغية هذا البعد الغائب في تاريخ الجزائر. فكانت ترجمة الأمازيغية للنصوص المؤسسة والرسمية للدولة الجزائرية كنداء أول نوفمبر وأرضية مؤتمر الصمام والدستور والنشيد الوطني، وسجلت كلها بالصوت في استديوهات الوكالة. كما ساهمت الوكالة في تسجيل ترجمة القرآن الكريم إلى الأمازيغية والذي اقترحته المحافظة السامية، وكانت الوكالة تستجيب دوما لطلبات المحافظة السامية التي لم تكل طيل السنوات الثلاثة الأخيرة من أجل ترقية الأمازيغية لغة وثقافة. فقد رافقت الوكالة المحافظة السامية في الملتقى الدولي حول يوغورتا واحتفالية مئوية مولود معمري، وها هي اليوم ترافقها في ورشتها الجديدة خصوص فيما يتعلق بمزغنة المحيط وواجهات مؤسسات الدولة والمصالح العمومية. ولقاؤنا اليوم يؤشر إلى أن ما هو قادم سيأتي بفائدة أكيدة للترقية وترسيخ البعد الأمازيغي. أنه مثال النموذج لما يجب أن تكون عليه الشراكة لخدمة المصالح العامة والمصالح العليا للدولة الجزائرية. وشكرا. أنا مارس وش قاموا أني أنت مزغان وفرح صدق لي يجي إذن جار لابيس وتمازي أفهم جنرال لابيس يجي إذن جار وين لاخد من ذلك قاموا يقدم الدن مرة دونك ثاني مارس فعلا مؤسسة دائما اليد في اليد مع الآسيا دونك مشكورين. الآن السي الهاشمي عصاد سكرتير جنرال ديال كوميساريا لامازيغيتي، دونك ما السي الهاشمي عصاد اسقام اما رايا ما فهمتش قاموني اللي دي مزوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الزول في اللون الزول دمقان الزول يكون مثير يكون وين يديراني العرضان وسقاموني قلتي مزغا الزول دمقران لما ساكن غلاف يمدبران وخلال بي اس كلمة ترحيبية لكل من لبى دعوتنا دعوة المحافظة السامية الأمازيغية في مقر وكالة الأنباء. أخص بالذكر السيد محمد حمريت ممثل سيد الأمين العام لرئاسة الجمهورية، mesdames et messieurs les représentants des différents départements ministériels. Donc je nomme Saad El Jalil, Jardar du ministère de la Communication, Monsieur Majid Wagnouni du ministère des Ressources en eau, Monsieur Khalifa du ministère des Travaux publics et du Transport, Monsieur Amar Mejbour du ministère de l'Énergie, Madame Ayouni du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnel, Mesdames et Messieurs de la presse nationale. Donc avant tout, je tiens à saluer l'engagement et la disponibilité affichée par notre partenaire, l'APS. Donc, جديرة بالتنوير ونحن نثمن هذه الشراكة. Donc nous parlons d'un partenariat modèle porté sur des actions concrètes. Le résultat de notre collaboration est visible et nous sommes très fiers
de cette prouesse. Donc, M. Beldi, tout à l'heure, a énuméré quelques actions. Nous travaillons donc avec l'APS pour consolider cette relation sur deux axes prioritaires, l'axe de la formation, l'axe de l'information de proximité en Temasek. Le rendez-vous d'aujourd'hui est un rendez-vous important parce qu'il dénote de la nouvelle feuille de route du Haut-Commissariat à la Mazirité, de l'engagement du Haut-Commissariat à la Mazirité. OHA, donc nous sommes mobilisés à l'extrême pour traduire les directives de son Excellence le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, les trois directives données lors du dernier Conseil des ministres le 27 décembre 2017 sur la promotion, la généralisation de l'enseignement de Temasek, sur la loi, donc l'entame et l'urgence d'asseoir une loi académique, une loi organique pour l'Académie de la langue mazir et la reconnaissance de l'email. Donc اليوم الامر يتعلق بتنصيب ورشه متواصله, c'est un atelier continu, un dispositif opérationnel du Haut-Commissariat à la Mazirité qui répond à un besoin d'utiliser Temasek, à un besoin de généraliser Temasek dans le cadre du service public. Un petit mot juste pour expliquer un peu la démarche du Haut-Commissariat à la Mazirité. كما يقولوا الاخوان توارك تفكرت الفكره تاع اللي نشوف الاخ عبد الله احنا مشينا بالعقل سلم سلم كما يقولوا دونك هذا المشروع مضج في اواخر سنه 2017 في تيميمون وين درنا لقاء تشاوري مع الحمد لله نخبه من الجامعيين دي زونيفرسيتير تراديكتور اوتور دان بروجي كي امبورطون كي اوسي اون بريوريتي دون لونجاجمون دو اشا سي Temasek et le service public. Donc on a mis comme ça des dossiers avec chaque ministère et aujourd'hui, on ce travail et on va le restituer pour nos partenaires. Donc c'est de la concertation sans précipitation pour l'usage du fonds commun de toutes les variantes Temasek, qui est le Temasekia dans toutes ses variantes, le Tergui, le Chewi, le Mzabi, le Kabil. Et aujourd'hui, on va avoir tout à l'heure deux intervenants en matinée, ils vont nous présenter deux réalisations en support sonore pour un secteur, c'est le ministère du Transport. Donc le sonore avec Air Algérie, le sonore avec la CNTF. Et l'après-midi, c'est les documents imprimés, donc tout ce qui est donc, facture dans le cadre du service public avec la Sonel Gaz, avec la CEAL et l'ACTEM. Je me permets de faire un renvoi sur le plan de charge du HA, donc, puisque ce rendez-vous est inscrit dans le plan de charge du Haut-Commissariat à la Mazirité. Adel Barnam, je vous ai dit que tout le monde est le Barnam de l'année 2018, ou le Barnam de l'année 2018, ou le Barnam de l'année 2018, ou le تمازيغ لغة وطنية ورسمية لابد على كل واحد كل مستواه أن يبادر أو ليجتهد. احنا خذينا مبادرة اجتهدنا مع الشركاء باش نقدموا اقتراحات في صميم الدستور. لو بلان دو شارج دو اش ا دونك البرنامج السنوي تاع 2018 باش غادي نوزعوا لكم يعني الخطوط العريضه تاع البرنامج لان الهامش تاع الملتقى هذا يكون ان شاء الله لقاء صحفي يعني مستعد باش نفهم الخطوط العريضه تاع البرنامج. عندنا اولويه للخرجات الميدانيه لي سورتي سور لو تيران سور لي ولايات وين ما كاش الامازيغيه حوالي 10 ما كاش الامازيغيه في الفضاء المدرسي ما كاش الامازيغيه في التعليم العالي الى اخره. درناها كاولويه واذكر على سبيل المثال ولايه الواد ولاية الطرف وأنا إن شاء الله يوم 14 و15 نكون في زيارة عمل في ولاية الواد. كذلك عندنا يوم 25-26 أبريل ملتقى حول الأدب الأمازيغي في الجنوب الجزائري أعلامه وقضاياه الفنية والموضوعية مع جامعة غردية. كذلك في سبتمبر إن شاء الله 22-23 سبتمبر عندنا ملتقى دولي حول مملكة المازيسيل سيفاكس ولقاء سيغا 200 قبل الميلاد
وهذا في ولاية عين تيموشنت. إذن هذه البرامج يعني هذا البرنامج يدل على أهمية والأولوية اللي اعطيناها للمعرفة التاريخية. كما بدينا مع ملتقى دولي حول ماسينيسا، درنا ملتقى دولي حول يوغرتا، ورانا في استعداد لتنظيم ملتقى دولي حول سيفاكس، وأفتح القوس لأتكلم عن مشروع سبق لشريك ورئيس بلدية الجزائر العاصمة، أتكلم عن مشروع تنصيب تمثال ماسينيسا في قلب العاصمة. أنا نقول بسرور جسدنا هذا المشروع بشراكة مع ولاية الجزائر، لأن فكرة تقاسمناها مع كل الأطراف، ولكن أكد على فكرة إحنا ما نسرعوش. أنا نقول نصبنا لجنة علمية من نخبة من جامعيين من ذوي الاختصاص في التاريخ القديم، عندهم هذه المسؤولية أيضا معنا. إذن إحنا لابد أن نرفقوا لتحصل على يعني التزكية لصاحب هذا المشروع، لأن لأول مرة نظموا تنافس فيما يخص التمثال. يعني سي لا بروميير فوا كو يا با ما هذه تاع غري لاول مره في اطار منافسه. دونك لي يربح يعني سي اونتربريز لابد من مرافقته. وكذلك هذه الفكره تاع لازم نجسدوه في 20 ابريل. انا نقول ما تسرعوش، لان صاحب المشروع عنده وقت 7 اشهر باش، وغادي نوزعوا ان كومونيكي جوست بور اكسبليكي ان بو لا ديمارش دون لا كونسرتاسيون pour renforcer justement cette relation de partenariat. ونرجع إلى الموضوع تاعنا أهميته، لأن هذه مرحلة مهمة جدا باش نمر إلى تجسيد كل ما صرحناه به في 2017. وسبق لي أن تكلمت على أن 2017 سنة حاسمة، سنة تجنيد، والحمد لله هذه السنة سنة كسب ثمار تاع المجهود، ورانا رايحين الى يعني اون فافير اون ميتاسيون اكاديميه اللغه الامازيغيه. المشروع ناضج، دونك يا دي رونكونتر تور دو سو بروجي، دونك ريتم سوتوني اون فافير ان شاء الله سي ايمينو لانستالاسيون دو لاكاديمي دو لا لونغ امازيغ، وتكون العلاقه علاقه تكامليه، ريلاسيون دو كومبليمونتاريتي دانتراكسيون اونتر لو كوميساريا الامازيغيتي et l'Académie algérienne de la langue amazigh بدون إطالة. دونك أدعو معالي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة لتقول الكلمة ولتفتتح يعني رسميا فعاليات هذا الملتقى التكويني، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. Asif Lali, merci pour l'invitation. Saïd Ajitan Awalan, Saïd Al-Hafat, Nila Mazirian, Saïd Silhesh Nassar, Kedalika Kulden Moumathili, Moumathil Astro Jumhuria, Kul Moumathili, Kul Kibahat Moutawajidi. Adon Kedalika Nashkur, Wakelt Al-Amba, Wana Saïd Ajitan, بسمع كل الإنجازات هذه، يجب أن يكون فيه إعلان كبير وكثيف يرافق كل ما تقوم به المحافظة مع كل الشركاء، لأنه بهذه الترقية نقوم حقيقة بهذه الطريقة بترقية اللغة الأمازيغية. من جهتنا، مجرد وصولنا إلى القطاع كان أول اتفاقية عملناها كان اتفاقية مع السي الهاشمي، إيمانا منا وليس من باب السياسة أو من باب فقط الشكليات، وإنما إيمانا منا بأنه نحن مطالبون كل في موقعه بترقية هذه اللغة، وكلنا يعمل بتجسيد هذه الخطوة، لأنه هي أمانة لكل الأجيال وسنحاسب عليها ويحاسب عليها التاريخ. إذا ما دام الإطار القانوني موجود والدستور، والحمد لله فخامة رئيس الجمهورية أعطى لها المكانة اللازمة وهي اللغة الوطنية، إذا عندنا مسؤولية أمام أبنائنا وأمام أجيالنا أننا نجعل منها حقيقة لغة وطنية تأخذ شكلها اللائق وتأخذ مكانتها
اللازمة في كل القطاعات، وهذا حسب ما كنت نسمع أظن أننا على الطريق اللي لازم، وكل هذه الخطوات أكيد ستؤتي بثمارها لا محالة بتعاون الجميع. ورشة مثل هذه ورشة مهمة، فقط نطلب من الإعلام أنه يسلط الضوء على كل هذه الأعمال الموجهة لترقية اللغة الأمازيغية، ونتمنى لكم التوفيق طبعا في كل ما تسعون إليه، وليست مسؤوليتكم لوحدكم، مسؤولية 40 مليون جزائري بإطاراته بمواطنيه بأبنائه. فقط ندعم محو الأمية كذلك في الأمازيغية، وسنكون من الأوائل اللي رايحين نحاول نبذل جهد كلنا من أجل أننا نلقى إلى استعمال هذه اللغة في وطننا، ولما لا حتى لأنه حتى في العالم هناك اللغة الأمازيغية، وهذا فخر لنا، وهذا سيعزز انتمائنا الوطني، سيعزز وسيجعل من وحدتنا وحدة متكاملة وكاملة لجزائر واحدة موحدة تفتخر بوطنيتها وبلغتيها الاثنين. فعاشت الجزائر والنجم والخمود لشهدائنا الأبرار عشية 19 مارس طبعا اللي هو يوم النصر. شكرا. تنميرث مساء سوى ولا جيد الإسلام يتسوى على ضروح ولاد الكنيم والتسل غصت يوى كنا نكمل الفوار. دونك سسون لا دي مو دي زنكوراجمون باش كنا نكمل بريد. Donc c'est le renouvellement de nos énergies propres à nous. Donc l'atelier continue et j'informe donc l'assistance que ce sont des ateliers en continu, c'est-à-dire que le travail a été déjà entamé, que nous ne faisons que continuer un travail déjà bien avancé, assez bien avancé. Donc maintenant... Donc, il y a un premier groupe de travail sous la direction de M. Tahar Bourlevin, traducteur-interprète à CA, qui concerne les métiers de la formation professionnelle et les activités du secteur du commerce. Un deuxième atelier, c'est avec M. Samir Arkan, développeur web. Les supports sonores. D'ailleurs, j'invite M. Arkan à venir nous faire une petite présentation. Samir. Donc un récapitulatif des supports sonores propres aux messages destinés aux usagers et aux voyageurs par Samir Arkan. Salam alaikum, Bazoui Filaoun. بعدما ألقى السادة المحترمين الكلمات الافتتاحية وذكروا أهمية إدراج اللغة الأمازيغية في المنظومة منظومة الإدارة والخدمة العمومية، ويأتي هذا في خضم التطورات التي طرأت مؤخرا على الدستور بهدف الارتقاء بالبعد الأمازيغي كركيزة من ركائز الهوية الوطنية، أدعوكم بدون إطالة وأقترح عليكم متابعة شريط قصير يحتوي على إعلانات صوتية مترجمة إلى الأمازيغية لشركتين وطنيتين متخصصتين في النقل السككي والجوي في الخطوط الجوية الجزائرية والSNCF. قمنا دونك نيان زوف الاول نيان تسوقيت سيك امسلين اغلام نار امسلين اغلام داخل ثالميسين نوسيو اما الSNCF اما ار جي ري السيكيون في تدنوالي كمان.
Sinon, on met un micro sur le... Oui, sur le fond. Donne le prochain programme. On passe à l'intérieur.